هذا مرصودة لخريجات كلية التربية من تخصصات التربية الإسلامية وتعليم العلوم والتكنولوجيا والإرشاد وعلم النفس والفيزياء وتعليم الحاسوب. سنوات صعبة، سنوات عصيبة، حصار، عدوان، قصف، لكن كانت الإرادة أقوى، إرادة العلم، إرادة العمل، إرادة الصمود والثبات، ولدت إرادة النجاح وإرادة التخرج في هذا اليوم لطالباتنا وخريجاتنا. اليوم ما تقوم به كلية التربية التي تستحق منا كل تحية وتقدير، فتحية إلى كلية التربية بكل كوادرها الأكاديمية والإدارية. الليالي بتستني الفرحة بهاليوم، هلا يما وهلا يوم، يا محرم تعيوني النوم، يا مسيرة الليالي بستني الفرحة بهاليوم. وهدي هدي هدي ليه، قالوا لي حب منديلي، هلا يما وهاهي ليه، هلا يما وهاهي ليه، بتعيني اتوفك دوم، هلا يما وهلا يوم، يا محرم تعيوني. أربعة أعوام غرستم فينا خلالها بذور التربية ورويتموها بحبكم الذي دفع رغبتنا لأن تنمو وتكبر حتى بلغ علوها علو السحاب، فبوركت جهودكم ولكم منا كل الشكر والتقدير أساتذتنا الأفاضل. خرجنا من المجموعات ساحت عين وحرية، خرجنا من المجموعات ساحت عين وحرية، إني يا إني الأمجاد علي الزبرود شوية. العظيم أن أكون مخلصا لديني ووطني وجامعتي وأن أحافظ على أمانة العلم وشرف المهنة، والله على ما أقول شهيد. حقيقة يعني أشعر بسعادة غامرة جدا، إنه طبعا بداية أنا من خريجين الجامعة الإسلامية سنة الفوج الأول سنة 1985، وأشكر ربي عز وجل إنه بنتي أيضا من خريجات الجامعة الإسلامية في الفوج الثلاثين. هو شعور لا يوصف الصراحة، يعني إنه التخرج بامتياز ومعنى العيلة والصحبات، مش قادرة أوصف الصراحة، كثير مبسوطة. أنا بشكر الجامعة الإسلامية وعلى المجهودات اللي عملتها، وصحيح كان فعلا حفل رائع ويعني إشي بشرف. الحمد لله مبسوطة أن تخرجت من الجامعة الإسلامية، وهذا فخر لإلنا الجامعة الإسلامية، إن شاء الله تدوم وتعلى وتزيد، وهاي بنتي إن شاء الله تتخرج كمان زينا من الجامعة إن شاء الله.